كانت بداية ممارستي لهذه الرياضة في 2013، لأن كنت أشوف أبوي وأنا صغير كان أحب هذه اللعبة، كنت أشوفه بطل بهاللعبة وكنت أطمح أن أصير نفسه. لعبة شراع هي رياضة بحرية عن قارب وشراع، بس لها طريقة باللعب غير. يعني لما أسأل الناس أو الناس يسألوني عبالهم تجديف أو البوم القديم، بس لا، اللعبة غير. قارب صغير في أصناف، أكثر من صنف، أكثر من لاعبين في صنف، يأخذ لاعب، لاعبين، أربعة، ستة، يعتمد على الصنف. من أصناف هذه اللعبة، لعبة شراع، لها أصناف عديدة، منها تبدي صنف الأوبتيمست، صنف الليزر، وفيه ثلاث أنواع: ليزر 4.7، ليزر راديال، ليزر ستاندر، في 420، 720، 29er، 420. والصنف اللي أشارك فيه وألعب فيه الحين الليزر راديال. من الصعوبات اللي واجهتها بهالرياضة من البداية: الهواء القوي، الأمواج العالية، تنظيم الوقت بين الدراسة والرياضة. كانت بدايتي في الانستغرام 2010، بديت اعرف ان لي متابعين هالجهة ب 2016. كانت لي اسئلة تطرح منها: شنو لعبة شراع وشون تلعب وشنو هي عامة؟ لعبة شراع لها اصناف عديدة، والفئة اللي انا امارسها ليزر راديال، هو ليزر له اعمار من 15 سنة ل هنقول 38 او 48 سنة. من 15 سنة أنا خلصت الحين ليزر 4.7، الحين دخلت على ليزر راديال، قاعد أطمح إني أكمل أكبر جسمي ولعبي حق ليزر ستاندرد، لأنه هو الصنف اللي أهلني حق الأولمبياد. والمشاركات المحلية اللي شاركت فيها بطولة الكويت الدولية، حصلت فيها على المركز الأول مرتين والثالث مرة، وتكون في بطولات صغيرة بين اللاعبين إحنا داخل النادي، تكون تصفيات عشان من يسافر البطولات. شاركت مشاركات خارجية، منها بطولة آسيا، بطولة أفريقيا، بطولة العرب، بطولة الخليج، وهم بطولة العالم. بطولة العالم كانت لي مرتين: تايلاند، بولندا 2016 و15. بطولة آسيا شاركت فيها ماليزيا، بطولة العرب شاركت فيها بمصر، بطولة الخليج شاركت فيها عمان. بطولة عمان من أهم البطولات اللي عندنا كدول عربية وخليجية، لأنها أكثر دولة مهتمة بهذه الرياضة وعندها لاعبين ممتازين، منافسات قوية تكون، وهي تضم البطولات العالمية فيها، فأغلب الدول تروح لها عشان تكون في منافسات هناك. من المشاركات اللي أثرت فيني بطولة بولندا، بطولة العالم 2015، لأن كان عددنا كبير، كنا طالعين البطولة تقريبا 8 لاعبين، كنا كلنا ربع ونفس المستوى، فكان في منافسات بيننا. حبيت البطولة لأنه كان في منافسات قوية، كان لاعبين عددهم وايد كبير، فوق 600 غارب، كان لها أصناف كثيرة بالبطولة، كان وناس. من أصعب المشاركات اللي واجهتها بطولة الخليج، حصلت فيها على المركز السابع، بس بعدها كانت مقامة بعمان، بس بعدها بالضبط بطولة مصنعة دولية جت المركز الثالث، وهم كانت أصعب منها. من الصعوبات اللي أواجهها بالجو، عندك بالكويت الهواء خفيف دائماً، إلا مرة بالسنة يكون شهر كامل يجيك هواء قوي، أما برا الكويت عندك هواء قوي كامل، يعني
هو غوي، خفيف، قوي، خفيف، متوسط، يعطيك كل انواع. اما بالكويت يا خفيف يا قوي مره واحده. هم عندك درجه حراره بالكويت وايد عاليه، يعني احنا رياضه بحريه قاعد نلعب برا مو داخل، فقاعد نلعب درجه حراره 50 48، فالجو كان حار. على الاقل ساعه ساعه ونص حدنا بالبحر، هو المفروض اللاعب ياخذ 3 ساعات على الاقل عشان يتميز عن غيره. برا الكويت اللاعبين ياخذون 3 ساعات 4 ساعات فيتميزون عنا. ليش؟ لان الجو يساعدهم، البحر يساعدهم، كل شيء يساعدهم. هذا اشياء تفرق بين اللاعبين. الجوائز والتكريم اللي حصلت عليها، اول جائزه حصلت عليها كانت النادي البحري 2013، حصلت فيها كانت بطوله داخليه، حصلت فيها على المركز الاول. من البطولات الخارجيه اللي حصلتها مراكز عديده، ومن اهمها بطوله عمان لان كانت فيها منافسات قويه، حصلت على المركز الثالث. البطولات الدوليه تكون داخل مثل بطوله الكويت الدوليه، حصلت فيها على المركز الاول مرتين والثالث مره. واجمل تكريم كان لي، اول تكريم كان لي 2013 من ابوي من كابتن كرم، لان حصلت على المركز الثاني بطوله الكويت الداخليه بين اللاعبين. من اللاعبين اللي اتابعهم داخل الكويت هم ربعي، لان كلنا مستوى متغارب. اما خارج الكويت في لاعبين عالميين مثل روبرت شايد، بابلوس كونتيدس، كلهم لاعبين ابطال عالم ولهم طموح عاليه، وحاب اكون مثلهم ان شاء الله. الهوايات اللي امارسها انا غير لعبه الشراع، جميع الرياضات عامه اللي تساعدني اكون قوي بلعبه الشراع. من الاختلافات اللي واجهتها داخل البحر، مثلا بحيره او بحر، داخل الكويت عندنا بحر ما عندنا نهر او بحيره، وهم داخل الكويت عندنا تيار قوي. يعني الحين لو انافس مع اي واحد برا لو كان بحر في تيار انا راح اكون احسن. ليش؟ لان تيارنا بالكويت قوي. اما برا الكويت مثلا نقول ايطاليا بحيره ريفا ديل جاردا ما في تيار، وامواجها خفيفه يعني تكون كلها فلات. اما الكويت عندنا امواج، فهي اشياء كلها تفرق بين اللاعبين، من يلعب احسن بالفلات، من يلعب احسن بالامواج، وفيها من التيار من يلعب احسن واحسن. هو على حسب اللاعبين وشنو متعودين على شنو. أمنياتي في هذه اللعبة، أول شيء أكون بطل أولمبي كأول بطل كويتي في هذه اللعبة شراع يدخل الأولمبياد. والأمنية الثانية أبي أشوف لاعبين عدد كبير بالنادي، أبي أشوف في اهتمام بالكويت هذه اللعبة، لأن أكثر من سؤال يجي لي شنو لعبة شراع، ما حد يعرف لعبة شراع، فودي اللعبة تنتشر بالكويت.